السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. طبعا انتم متابعين عروضنا الحمد لله المميزه جدا اللي احنا عرضناها الفتره اللي فاتت، العربيات التوسان والعربيات الالنترا والاكسنت والكريتا والميتسوبيشي اكسماندر، عربيات كتيره والحمد لله عرضناها الفتره اللي فاتت. زيرو عربيات زيرو وارد الامارات، يعني ان شاء الله من الامارات هننزلها مصر باذن الله. وطبعا دي الاثنين للناس اللي معاهم جوابات ذوي الهمم، والناس كمان اللي معاها او مشتركه في المبادره بتاعه المصريين العاملين بالخارج، اشتركت فعلا لان دلوقتي خلاص ما بقاش في مفتوح الاشتراك، الناس اللي اشتركت. طيب عرضت عليكم التوسان وانتوا حبتوها وما شاء الله عملت مبيعات زي الفل، والحمد لله الشحنه خلصت، يعني المجموعه اللي كانت معانا الحمد لله كلها الحمد لله اتحجزت. فطبعا انا بشكر الناس اللي وثقت فينا واخدت عربيات من خلالنا، وفي نفس الوقت كمان بتاسف للناس اللي ما حالفهاش الحظ واخدت عربيات. ولكن النهارده باذن الله هعوضكم بحاجه احلى ان شاء الله، لان احنا طول ما احنا هنا باذن الله هجيب لكم شغل احلى واحلى. النهارده باذن الله هنتفرج على عربيه طلبتوها مني كتير، والعربيه دي هيبقى فيها ميزه لسه ما فيش حد ان شاء الله هيبقى جاب لكم الميزه اللي انا سالتوني كتير على السبورتاج، صح؟ معانا النهارده باذن الله كيا سبورتاج. العربيه دي يا جماعه بغض النظر عن الكماليات اللي احنا لسه هنتفرج عليها اللي هي حدث ولا حرج، العربيه دي فيها ميزه قتله زي ما بقول لكم ما فيش حد عرضها عليكم قبل كده. العربيه دي موديل 24 مش 23، 24. طبعا ميزه قتله قوي. خلونا نتفرج على العربيه. مبدئيا العربيه اللي ادت امام وخلفي، تمام؟ خلونا نتفرج عليها. الجنوط، جنوط 17 بوصه لونين. طبعا الجنوط الصغيره دي والكاوتش العالي البروفايل العالي ده بيبقى حلو قوي معانا في الطرق المصريه، لان في الحاله دي مش هيعمل بيض، مشكلتنا مع النقر. طبعا الليدات الخلفي زي ما احنا شايفين، خلاص الكاميرا الخلفيه، حساسات خلفيه، تمام. هنا تطعيم النيكل اهو، خلاص. والحساسات الامامي اتفقنا مفيش فيها كاميرات 360، عشان الناس اللي بتسالني مفيش فيها كاميرات 360. العربيه بصمه، والمفتاح زي ما احنا شايفين هنا اهو. العربيه فيها ادواره عن بعد، خلاص، يعني انت ممكن تدورها وانت في البيت قبل ما تنزل عشان تشغل المكيف. طيب خلونا نبدا نتفرج بقى على باقي الكماليات. هنا الفرش اسود، العربيه دي مش خليجي، العربيه مش مواصفات خليجي، مواصفات اوروبي برضو عشان يبقى الكلام واضح اهو، خلاص. العربيه كراسي كهرباء زي ما احنا شايفين، تمام. الفرش قماش. هنا في عندك التحكم بتاع الاضاءه اهو، تمام، في ارتفاع الاضاءه الاماميه، وهنا نظام التراكشن كنترول شايفينه اهو. وبما ان العربيه فيها تراكشن كنترول فهيبقى فيها اي بي اس واي بي دي وبريك اسيست وهيل اسيست، يبقى فيها كل الحاجات اللي احنا محتاجينها كعوامل امان. طيب هنبدا هنا نتفرج بقى على الشاشتين بتوعنا اهو، تمام، وخلونا نفتح ونشوف الشاشات دي شكلها عامل ازاي. اهي طبعا العربيه بصمه داخلي وخارجي، شايفين العدلات دي، تمام. الموتور ده الموتور ال 1600 التربو اللي موجود عندنا في مصر، يعني احنا مش جايبين موتور غريب. طبعا كل ده لازق لسه، المفروض ان ده وراه اسود جلوس بيانو بلاك. هنا التكييف التاتش بتاعنا اهو بالشاشه الوسطيه بتاعته، خلاص. والتكييف زي ما انت اخدت بالك اكيد، يعني الناس المعلمين اللي معانا، التكييف دوال زون، تمام، التكييف دوال زون ثنائي المناطق. وهنا الفتيس الجديد، خلاص، اه شايفينه ده. دلوقتي احنا هنجيب على الار، وهنا بيجيب لك مع اتجاه المقود اهو، شايفين، تمام تمام. طيب دي الحساسات الامام وخلف اهي، نجيبها لك تاني، شايفينها، تمام. طيب يبقى احنا اللي ناقصنا هنا، احنا قلنا الكاميرا 360. طيب ماشي يا جميل. لاحظوا هنا ان في سخانات كراسي، انما مفيش تبريد، وده اللي احنا قلناه بقى، اللي هو الفرق ما بين المواصفات الاوروبي. الناس اللي كانت بتسالني هو ايه الفرق ما بين المواصفات الاوروبي والمواصفات الخليجي، الخليجي بيبقى فيها هنا تكييف، تمام، بقى الكراسي دي فيها تبريد، هنا فيها سخان للمقود، هنا فيها شاحن وايرلس اهو زي ما احنا شايفين، شاحن لاسلكي، الموبايلات اللي بتلعب شاحن لاسلكي. هنا عندك الفتحه التايب سي الجديده، وهنا الفتحه اليو اس بي العاديه، وهنا عندك نظام المساعده لنزول المحاضرات، الكاميرا بتاعتنا اهي، تمام، والاوتو هولد، خلاص، اتنين كاب هولدر، المسند الوسطي، كتالوجات بتاعت العربيه، ودرج فيه اضاءه،
خلاص. ده شكل العربية من الداخل اهو. فتحات التكييف شايف هنا فتحتين اهم. فتحة هنا. 1 2 3 4 5. 5 فتحات تكييف هنا في الطابلو. خلاص. طبعا نظام الصوت المحيط الكامل. عندك توترات اهي. السماعات الكبيرة اهي. العربية مش ناقصة اي كماليات. تمام. وطبعا فكرة العدالات دي. العدادات الجديده دي الديجيتال دي فكره جميله قوي قوي قوي. وطبعا زي ما انت شايف بتجيب لك ايه كل البيانات اللي انت عايزها بالنسبه للقياده. دي العربيه يا جماعه اللي معانا. وبرضه من ضمن النقط المهمه السقف البانوراما اهو. تمام. طيب يبقى كده سقف البانوراما. تحكمات الطاره كامله. تمام. ومثبت السرعه. وهنا الشيفتات اللي في الدركسيون. كمان عندك هنا نظام تنبيه للنقطه العاميه شايفينه اهو. خلاص. الكماليات بتاعه الاوروبي اللي معانا النهارده دي اعلى من الكماليات بتاعه الخليجي. تمام. ولكن تفتقد بس لنظام تبريد الكراسي. خلاص. دي العربيه بتاعتنا اهي. وطبعا العربيه ميزتها ان هي مش هتتحسب ان هي اعلى فئه بالنسبه لاشتراكك في المبادره او لو انت بتدفع في المبادره. ليه؟ لان ما فيش عندك الشنطه الكهرباء، ما فيش عندك الفرش الجلد، ما فيش عندك الكاميرا 360. كل دي حاجات ناقصه عن الفئه اللي هي اعلى فئه في المبادره. خلاص. تمام يا صاحبي. تمام. طيب شايفين الامبيانت لايت اهي. خلاص. شايفين الامبيانت لايت اهو كمان اهو. العربيه ما شاء الله فيها كماليات جميله جدا. وبالنسبه للمحرك عشان الناس اللي بتقلق من موضوع المحرك، فالمحرك ده الشرق الاوسط. هوريه لكم المحرك ال 1600 التيربو جي دي اي السمارت ستريم. تمام. طبعا مع الفتيس الدي سي تي بتاعنا. المهم دي العربيه اللي معانا النهارده. خلاص. العربيه كامله. اظنش ان هي فيها حاجه ناقصاها. طيب هتقول لي اهم حاجه السعر، وانت ليه ما بتقولناش على السعر والكلام ده؟ طيب انا ليه ما بقولش على السعر؟ بكل بساطه يا جماعه ركزوا معايا قوي في الكلمتين دول. لما بتقول سعر عربيه على العام، اللي ليه واللي مالوش هيدخل يتكلم وهيقعد يقول لك لا دي غاليه، لا دي رخيصه، ده انا ابن خالتي جايبها زيها بالظبط وجايبها بنص السعر وعليها موتوسيكل هديه. ده بيحصل فعلا من المصريين يعني. فطبعا يعني مفيش حد اكيد بيحبب وجع الدماغ. واكيد اللي بيشتري عربيه معديه المليون جنيه اكيد مش هيستخسر لو هو جد في الشراء يعني، فهو ده نوع من انواع الفلتره. مش هيستخسر ان هو هيتصل مكالمه دولي، يتصل بيا في الامارات رقمي طبعا تحت الفيديو، هيتصل بيا يقول لي العربيه بكام؟ طب هتتشحن بكام؟ طب جمارجها كام؟ طب مش عارف. صح؟ الانسان الجدي كده. انما حتى الناس اللي بتكتفي بالرسائل بس، ما هو الرسائل الوحيده مش كفايه بصراحه يعني. انا طبعا من وقت ما بدانا اكتر من 2000 رساله. انا لو انا قاعد بس برد على الرسائل بس ده على الرقم اللي هو الاماراتي بس الجديد، يعني الرقم اللي انا لسه جايبه جديد ده في الامارات اللي انا كتبته لكم، والله اكتر من 2000 رساله. فموضوع صعب السيطره عليه. الناس اللي زعلت ان انا مش برد، انا مش برد متعمد، ما انا اكيد لا يعني، انا عايز شغل لان ده بالنسبه لي شغل، فاكيد عايز شغل، ولكن شغل بما يرضي الله. المهم ان احنا معانا النهارده عربيه كيا سبورتاج اللي انتم بتسالوا عليها وبتحبوها، المميزه في السوق المصري البياعه. خلاص. موديل 24 يعني اللي هياخد دلوقتي هيبقى معاه عربيه ما شاء الله لسه بقى ما فيش حد ركبها، ما فيش حد ركب اختها في مصر. صح. لسه ما فيش حد نزل 24 دلوقتي خالص في مصر. ساعدوني بان احنا نوفر سيارات للسوق المصري، سيارات جيده بسعر جيد، والاسعار طبعا ما شاء الله تنافسيه عن الناس اللي اتصلت بيا. طبعا لفت السوق كله ما فيش حد بيشتري عمياني يعني. فطبعا اللي اتصل بيا عرف السعر والحمد لله تلاقي السعر بتاعنا مميز وجاه وتعاقد معانا وتمام. وان شاء الله قريب جدا هكون في مصر بسلم الناس دي بنفسي يعني. ان شاء الله الناس اللي هتحجز معايا انا اللي هسلمهم ان شاء الله من ميناء السويس بنفسي. خلاص. فخير الحمد لله. ساعدونا بس ان احنا نكمل بانكم تدعمونا بلايك بشير، منك تشترك معانا في القناه، منك تساعدنا في نشر الفيديوهات دي في كل مكان، عشان نقدر باذن الله ان احنا نوصل فكرتنا ونقدر ان احنا نعمل تجاره سيارات محترمه، ندخل سيارات محترمة بهامش ربح غير مبالغ فيه. اشوفكم بإذن الله على خير في عربيات جاية كتير وحلقات جاية اكتر. تابعونا لان الفترة الجاية بإذن الله هعرض لكم عربيات كتير جدا بقى من اللي انتم بتحبوها بإذن الله، برضو اعلى مستويات واعلى كماليات وعوامل امان ممتازة. اشوفكم بإذن الله على خير في سيارات جاية كتير وحلقات جاية اكتر. وايه السلام عليكم.